هذا المهرجان السنوي يقام في طبيعة بالاكاتي الجميلة، ويشتمل على مجموعة متنوعة من الفعاليات يجذب المواطنين من جميع مناطق إقليم كردستان للمشاركة فيه، حيث يتضمن عروضا للملابس وللأكلات الكردية وعروضا مسرحية وغنائية، بالإضافة إلى عرض المقتنيات التقليدية. أمن خوش يا 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 مدد مقرانا ما سياري مين بو من درمانا لدوي و كاكراش دل بريشانا أري جانة دبا إما بكين دودس لقردان نوك بيدا بأري جان أري جان جان لنكا ومردان بس بابس بي دنيا امتيغي بخوم قلالي بخير بين يا ارمشوري هم وصالك او يا دي بكنا واحد. يجب إقامة هذا المهرجان سنويا، حيث يجتمع الجميع للاحتفال والتواصل مع الأصدقاء والعائلة من مختلف مناطق إقليم كردستان. يعتبر المهرجان أحد الوسائل الهامة للحفاظ على التراث والفولكلور والعادات والتقاليد الكردستانية من خلال تقديم أغاني ومعارض تعكس ثقافة منطقة بالاكاتي وتعزز وجودها وعدم اندثارها. أي وي ننوشت أي ما لا ندوحي سيد أي وي زارا جاندي دم زارا إسيان بايا فيري أي أظلم ناقاهش أي وي زارا جاندي دم زارا أي وي وي خطو بيرنا ويشان وشا نذكام أي وي زارا جان دي دم زارا لكردا يا واري
دشني شايا نذكم أي وزايا راجان دي دمزايا ششمي صالة لسريك أو فيستيفال الريك دخين. هذا العام يشهد إقامة المهرجان للمرة السادسة على التوالي، وقد قمنا بتوزيع منشورات توعوية للزوار حول أهمية حماية البيئة. بعد انتهاء المهرجان سنقوم بتنظيف الموقع للحفاظ على نظافته وجماله الطبيعي. نحث المواطنين على الحفاظ على جمال هذه المنطقة وكافة مناطق إقليم كردستان، وندعو الأجيال الجديدة للحفاظ على تقاليد الأجداد، وهو الهدف الرئيسي لإقامة هذا المهرجان. أنا وعائلتي قدمنا من قضاء خليفان للمشاركة في مهرجان الربيع في بالاكايتي، وتجربتنا هناك كانت رائعة للغاية. الأجواء المهرجانية ممتعة والمناظر الطبيعية خلابة، وهذه فرصة رائعة لتبادل الثقافات والتعرف على العادات والتقاليد ولقاء الناس من مختلف الأماكن. او فيستيفال ماناي اويا سالانا نويبونوي بالكايتيا وكو كلتوري. هذا المهرجان يجسد تجدد ثقافة وفولكلور وعادات وتقاليد أصيلة من منطقة بالكايتي. يجب علينا جميعا الحفاظ على تلك العادات والتقاليد التي ورثناها من آبائنا وأجدادنا، والمحافظة على التراث والفولكلور الكردي. أتمنى أن تستمر الأجيال القادمة في هذا المسار للحفاظ على هويتنا الثقافية والتراثية. زاني ما أورو غنباري هلانت لدلي منكر هدان زير مرواري بينو بين الله تبي شوري لقولي خساري بعل سرطور ممكن وكابراي ناو بازاري. من وكوهمو سالان بجدارين كدوان. كل عام أشارك في هذا المهرجان الذي يعتبر فرصة كبيرة لإبراز الثقافة والفولكلور والتراث والعادات والتقاليد القديمة،
للجيل الجديد. أقوم بارتداء الزي الكردي التقليدي في كل مرة، وأختار تصميما مختلفا من هذا الزي الأصيل بهدف تعريف الجيل الجديد بعادات وتقاليد أسلافهم. بزنج روجي لسيلي كوراني لزي مركزي جوانا دقيمو وحيراني اما سلام ملي ذكي براني سسلامي زاراني لكاتي تور نقرتينا دمو شجي بك زادي خو من بس خرابي خوشك نائم وطاني نمن سسوز منينا اندقو عيراني قس كلا نمقو لنقا بازشي لقا خزمي لبهم بينو بجاري من دقر نامو وبايتختي هم ليري لتي لين دالتي الخاني دو شاقر تميناني قل كويدي لشامي من هنا نوا كزير انقري سدو كاني دمقو دستي مدامن بيدتو دوسك خزمي چي لبو حيراني لما دبس كتسي مقرب قازي لزفاني دستي خداني لبني عادو آسمان الرابقرا دز باری تعالا گله چی بر رحم بر کو بر روزه خزم عیران لبو من داب ریجی آنگو نزان مراین رومت حیران لب من گله گله خیلو گوتن گو کی بال من نگری تو زی شور آیا 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 آمسانی ام فيستيفالا كسالانا لبالكاتي انجام مدري. هذا المهرجان يجمع جميع الفئات المجتمع الكردستاني للمشاركة فيه، ويعتبر حدثا مهما وضروريا للتواصل الناس من مختلف الأعمار والأديان والقوميات، ويسهم في خلق وتعميق العلاقات الاجتماعية، ويتيح فرصة لعرض المقتنيات التراثية والتعرف على اللهجات الكردية المتنوعة، ويعتبر فرصة للاجتماع وتبادل الخبرات بين جميع الشرائح المجتمع. أتيت من قضاء خليفان للمشاركة في مهرجان الربيع في بالاكاتي، وقد وجدته مهرجانا جميلا يعنى بإحياء وتجديد التراث الكردي القديم.